طيب خلينا ننتقل لخبر اخر. وبعد اعلان المانيا عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا بالتعاون مع الولايات المتحده، كتير من الناس دوروا على اصحاب الاكتشاف، وهم زوجين من العلماء اللي هنتعرف عليهم في التقرير اللي جاي. زوجان ألمانيان نالا شهرة عالمية خلال الساعات الماضية بسبب تصدرهما السباق العالمي لطرح لقاحات فيروس كورونا، بطرح لقاح يعد واحداً من بين 11 لقاحاً في المراحل النهائية للتجارب في مختلف أنحاء العالم تجريها شركات أدوية ومختبرات في عدد من الدول. وكشفت هوية الزوجين بعد ساعات من إعلان شركة فايزر الأمريكية تطويرها للقاح بالتعاون مع ألمانيا، وهما شاهين وأوزلام مؤسسا شركة بيونتيك التي بدأت نشاطها في عام 2008 بدعم مالي من مؤسسة بيل جيتس بقيمة وصلت إلى 55 مليون دولار بعد خبرة سنوات اكتسباها مع مؤسستهما الأولى جانيمت فارماسوتكس التي خرجت للنور في عام 2001 وبيعت لشركة يابانية في عام 2016. أسس البروفيسور شاهين والدكتورة توراجي شركة بيونتيك في مدينة ماينز بغرب ألمانيا في عام 2008، وأجر شاهين هو المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك، وقد قام بتأسيسها مع زوجته وزميلته في مجلس الإدارة أوزلام والتي تبلغ من العمر 53 عاماً. وتعمل الشركة الألمانية مع شركة أمريكية عملاقة على تطوير لقاح فعال لفيروس كورونا. توظف بيونتيك الآن ما يزيد على 1300 شخصاً من أكثر من 60 دولة، ومع إدراك شاهين للسرعة التي ينتشر بها فيروس كورونا قام بتكليف أكثر من 400 موظف بمهمة تطوير لقاح. ومن المتوقع أن يسلم إيغور شاهين 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2020، حيث تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدفع ملياري دولار لشراء اللقاح المنتظر، وهو ما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية لشركتهما المدرجة على قائمة مؤشر ناسداك إلى 21 مليار دولار بعدما كانت تقدر ب 4.6 مليار قبل عام. زي ما تابعنا مع حضراتكم التقرير اللي فات، زوجين اشتغلوا على ان هم يطوروا لقاح لفيروس كورونا، وده لقاح مختلف عن اللقاح اللي كنا بنتكلم عنه منذ قليل، لقاح روسي سبوتنيك في، ده لقاح اخر، يعني لقاح الامريكي، وده المفروض ان هو يعني بالتعاون بين فايزر وشركه بيونتك اللي تابعنا تقرير عنها. يعني ان شاء الله حسب كمان منظمه الصحه العالميه انه احنا على اعتاب ان احنا خلاص نجيز لقاح لفيروس كورونا، ويعني بحسب تصريح منظمة الصحة العالمية أنه إن شاء الله السنة الجديدة هتكون يعني خلاص اللقاح موجود وهنقدر نتخلص من فيروس كورونا، أو على الأقل يكون عندنا لقاح ضده لغاية بقى ما نعدي كل ده، ولغاية ما يبقى في إيجاز للقاح ضد فيروس كورونا. أتمنى أن احنا نلتزم بالإجراءات الاحترازية على قد ما نقدر لغاية بس ما نعدي الفترة دي إن شاء الله على خير.